يعني طبعا ان شاء الله احنا كنا بنتمنى ان تكون المباراه النهائيه نهائي مصر خالص طبعا، أكيد. اولا لمصلحه الكره المصريه، ويبقى احنا متسيدين حتى على مستوى الانديه وغير حتى على مستوى المنتخبات، يبقى فرقتين من مصر يعني ده دورنا كابتن، يعني دور اي حد حتى بيطلع في الاعلام، يعني نبذ التعصب ونبذ يعني بس انت عارف يا جوده الفترات اللي فاتت يعني بعض الناس مع احترامي بيكون مثلا حتى اهلاوي او زملكاوي، لا انا مش عايز بعض يا كابتن، ولكن البعض. يعني احنا يعني كجمهور يا كابتن يعني انا ما اقدرش حتى احكم على جمهور، الجمهور ده هو اللي عملنا وهو اللي بيعمل كل الناس، فمن حقه يقول اي حاجه. انا بتكلم على اي حد بيظهر في الاعلام، اي حد عمل اسم، ما يصحش ما يصحش اطلع اقول انا بتمنى فوز الرجاء، ما يصحش يعني، ما ينفعش مهما اكون انتمائي، انما اللي بيحصل الفتره الاخيره في حاجات كتير جدا يعني عليها علامات استفهام كبيره.